معينا صبت في القلب لتسقينا تزدنا هديا ويقينا رحلة خاتم نحو بسم الله المعين. نبدأ أولى خطواتنا من برنامج رحلة خاتم القرآن الكريم من بلاد العلم والأصالة، بلاد الحفاظ والفقهاء، ولاية تلمسان، عاصمة الزيانيين، ذات المعالم الأندلسية. لنلتقي وإياكم مع الشابة حفصة الأنصاري بمدينة ندرومة لتروي لنا مسيرتها في حفظ كتاب الله بمخيمات النهضة بالقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخت حفصة الأنصاري من ولاية تلمسان، خاتمة لكتاب الله في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. بدأت رحلتي مع القرآن الكريم في سن صغيرة، حيث كانت أمي تلقنني قصار الصور، وما ساعدني على حفظي للقرآن الكريم كان أبي إماما في مسجد، فهذا ساعدني كثيرا، فسجلني في مدرسة قرآنية عند شيخ الحي، فحفظت قرابة 10 أحزاب، بعدها توقفت لظروف خاصة، ولكن وصلت مشواري القرآني. بعدها تعرفت على جمعية المعالي العلوم والتربية، فانخرطت فيها وسجلت فيها، وبدأت حفظي مع أستاذتي الفاضلة. في سن 15 من عمري أصبت بحادث أليم، حيث توفيت فيه الأم والجدة، وهذا ما حفزني كثيرا على حفظ القرآن الكريم، حيث أن حلم أمي أني أكون خاتمة في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. بعدما كنت في المستشفى طلبت من إحدى المقيمات علي في المستشفى أن يحضروا لي مصحفا، فبدأت الحفظ. الحمد لله أني وفقني الله عز وجل لأحقق حلم أمي رغم التحديات ورغم الصعوبات، يعني كان مشواري القرآني مليء بالضغوطات ومليء بالتحديات والمسؤوليات، ولكن مع هذا وفقني الله عز وجل لأن أكون قدر التحدي، لله الحمد والمنة. حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي. نهار دير بحث القرآن فرحت في قلبي شي ماني فرحة بدر بخبيشة، ما إن شاء الله الله يسلم من ليالها والحباب دي نحبوهم في كل عمنا. آمين. وفرحت وبكيت وعاود فرحت نعشان الحمد لله يا ربي. دي بنيتي ربي عاود خرج هذه مطاع الوالدة وخدمة القرآن وخدمة الوالدة مصافية وافدة. الحمد لله يا ربي الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم
إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إلى جانب حفظ حفصة كتاب الله ها هي اليوم تزاول الحجامة النبوية بعيادتها الخاصة وهذا مما ورثته عن والدتها رحمها الله. الحمد لله أني واصلت مشوار عمل أمي حيث كانت هي المسؤولة عن النساء في العيادة بعدما شفيت من إصابات الحادث سجل للوالد في دورة الحجامة بعدها اجتزت دورة الحجامة فأحببت جدا هذا المجال ودرست الطب البديل طب صيني حجامة تدليك سجوك رفلكسولوجي كل ما يخص الطب الصيني والطب البديل ومسعفة من الدرجة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله.
لحظات لا تعبر عنها الكلمات، إنها لحظات روحانية. بعد ختمتي للقرآن الكريم توجهت إلى منزل جدي والد المرحومة رحمه الله أمي، فاستقبلتني العائلة بكل حب وبكل فرح، واستقبلني جدي بكل حب وبكل فرح، وكانت الفرحة عارمة جدا. عندما أخبرت جدي أني ختمت القرآن الكريم بكي بكاء شديدا من الفرح بالطبع، وقال الحمد لله ابنتي قد أخلفتها خلفة جميلة. يا دائما ترتين للذكر. جدي ختمت القرآن، حققت حلم الوالدة، حققت حلم الوالدة، ختمت القرآن. يا حظي. آمين يا رب. يا حظي. آمين يا رب العالمين. نحلي فهمك فهم واسمك. آمين يا رب العالمين. تزهو بك السماوات. واه أنا هنا قدامك. هذه بنتي كانت عندي وكنت فرح بها، هذه كانت خلاتي. ابنتنا حفصة الأنصاري، هذه الفتاة رزقنا الله عز وجل بها، ورزقنا حب كتاب الله عز وجل، ورزق هي كذلك حب القرآن الكريم. فمنذ نعومة أظفارها وهي تهتم بكتاب الله عز وجل في الكتاتيب القرآنية بمدينة نظرومة، إلا أن جاء ذلك اليوم الموعود في الصائفة الماضية في مشروع المخيم الصيفي بمدينة نظرومة التي نظمتها نهضة القرآن الكريم بمساعدة جمعية المعالي. هناك في دور 15 يوما وفقها الله عز وجل إتمام حفظ كتاب الله عز وجل. رسالة لأمي. يا أمي، الحمد لله الذي وفقني الله أن أحقق لك حلمك. تذكرت كل الأيام التي كنت تحفزيني فيها، تذكرت البكاء الذي كنت تبكي بحرقة وتقولي يا حفصة إني أريدك في هذا المقام، إني أريدك أن تكوني خاتمة. هذه المخيمات كانت قد لاقت رواجا شاسعا في كافة ربوع الوطن، وأختنا الطالبة حفصة الأنصاري هي إحدى ثمرات هذه المخيمات، هي خاتمة في مخيم نظرومة للحفظ المكثف. كلام الله نما فينا بنهضة روح ومعينا، صبت في القلب لتسقينا، تزدنا هديان ويقينا. رحلة خاتم نحونا.